thank you مساء الخير اعزائي المشاهدين واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. اليوم موضوعنا هو تكمله لبرنامجنا او حلقتنا السابقه من برنامج صحتك بالدنيا حول سرطان واورام الثدي اللي ناقشنا فيه الحلقه الماضيه عن الكشف المبكر وادوات التشخيص اللي ممكن نستخدمها احنا سواء في من خلال الفحص المنزلي او من خلال اللجوء الى الطبيب واستخدام الادوات التشخيصيه المتاحه على مستوى فلسطين اليوم موضوع حلقتنا راح نكمل بعد ما يتم التشخيص وبعد ما أن يتأكد أو تتأكد المريضة بوجود أورام أو, أو سرطانات في الثدي ما هي الخطوة مع ما بعد ذلك ما هي العلاجات المتاحة والمتوفرة والتي يمكن إجراءها بعد أن يتم التشخيص ولكن في البداية خلونا نرحب بضيفنا الدكتور سعيد مصطفى استشاري جراح أمراض وجراحة الجراحة العامة والمناظير دكتور سعيد اهلا وسهلا فيك وشرفتنا في الفلسطينيه اهلا بك اهلا وسهلا دكتور سعيد يعني احنا في الحلقه السابقه تحدثنا حول امراض السرطانات الثدي عند السيدات ولكن قبل ان نخوض في في غمار الطرق العلاجيه هل بتلاحظ ومن خلال ممارستك العملية أنه إحنا في عنا نسبة عالية من وجود الأورام بشكل عام أنا لا أقصد السرطانات فقط والسرطانات في فلسطين طبعا احنا عندنا نسبة مكنش عالية بالنسبة للدول الأوروبية يعني مثلا لو جينا مثلا لسرطان الثدي في أوروبا أو في أمريكا بنكون من كل ثمانية أو سبع نساء في واحدة مصابة بسرطان الثدي نعم وسرطان الثدي بنقول حوالي من كل 33 وفاة واحدة من سرطان الثدي نعم لكن عندنا احنا أقل النسبة هاي لاسباب كثيره انه اصلا السرطان ملوش اسباب، ملوش سبب معين، لكن في هناك احنا بنقول عوامل نعم هي اللي بتاثر والعوامل هاي هي اللي ممكن تؤدي الى سرطان الثدي، بعرفش اذا كنتوا حكيتوا انتم في قبل نعم انه هاي العوامل منها مثلا اللي هو السن من فوق الخمسين نعم المراه مثلا اللي ما بتحمل أو المرأة اللي مش متزوجة نعم. No. المرأة اللي ما بترضع no. كمان هذا صحيح. من أسباب اللي بتسبب لسرطان الثدي أو البنت اللي بيجيها الدورة قبل 12 سنة أو بعد, <applause> أو بوقت الدورة بتتأخر عنها بعد 55 سنة صحيح. في عوامل هاي واكثر من هيك مثل قله الرياضه مثل التدخين يعني في اسباب كثيره ممكن تكون سبب من اسباب السرطان سرطان الثدي <doğru> احنا دكتور قبل ما نفوت في العلاجات الجراحيه والطرق العلاجيه بشكل عام راح نشوف احنا وياك وطبعا ومشاهدينا تقرير صغير ملخص لما تحدثنا به المره السابقه حول سرطان الثدي راح نشوفه ونكمل مع بعض سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند النساء، وهو السبب الثاني للوفاة عند النساء بعد سرطان الرئة. الثدي تشريحياً يتكون من الحلمة والهالة المحيطة بها، وكذلك الأكياس والجيوب الناقلة للحليب والقنوات الحليبية. سبب سرطان الثدي هرموني وراثي وأسباب أخرى. هناك أنواع عديدة لسرطان الثدي بناء على مكان الإصابة وتغيرات في أنسجة الخلايا والأعراض المبكرة لسرطان الثدي زيادة في سماكة الثدي اختلاف شكل وحجم الثدي وإفرازات من الحلمة سرطان الثدي ينتشر عبر الجهاز الليمفاوي والدم للدماغ الكبد والعظم والرئتين يمكن تشخيص سرطان الثدي عبر فحص الثدي الذاتي، فحص الثدي بالاشعه وكذلك خسعه الثدي. وعلاج سرطان الثدي اما جراحي او هرموني او كيماوي او اكثر من نوع معا. دكتور سعيد يعني احنا حاولنا بشكل مبسط وملخص انه احنا نذكر مشاهدينا باهم عوامل واسباب وعلامات ظهور سرطان الثدي، ولكن بمجرد ان تاتي السيده الى الدكتور سيد اكيم بيكون يعني خلينا نقول وتم تشخيص انه في ورم سواء كان حميد او غير حميد ما هي الخطوه بعد ذلك هلا بالنسبه للاورام الحميده يعني سهل جدا هي عباره عن تليفات نعم التليفات عاده بنقول بتصيب حتى صغار في السن يعني حتى الـ 15 و16 و20 سنه بيكون عندهم تليفات هذه استئصال كامل للتليف للتليف يعني جراحيا نستأصل التليف بدون اي مشاكل ما فيش اي رجوع له يعني بنشيل بس منطقه ال بنشيل بس التليف نفسه نعم هذا بالنسبه للحميد اما بالنسبه ل... إذا تشخص تشخيص سرطاني مثل ما قلنا سرطان طبعا هدف العلاج هو انه استئصال السرطان استئصال الغدد اللمفاوية. اذا كان اذا كان في, في انتشار اعاده ترميم الثدي مه. يعني احنا مش لازم نكون استئصال كامل لثدي لا، الا في مراحل معينه او في حالات معينة. حالات معينه ممكن يصير استئصال كامل للثدي اذا كان من من نوع اللي هو تسموه اللوبيلار لا. مش الدكتور كارسينوما هذا ممكن انه يصير استئصال لثدي كامل العلاجات حاليا متقدمه الهرمونيه او الكيماويه او حتى بالاشعه ممكن هي تساعدنا قبل وبعد الجراحه نعم هو دكتور سعيد يعني السيدات مجرد انه احنا طبعا الحلقه الماضيه وضحنا لهم كيف طريقه السلف الفحص الذاتي او الفحص الذاتي في البيت ولكن مجرد انها تشعر في عندها كتله موجوده وتم تشخيصها سواء يعني كان ورم خلينا نوقف شوي بس عند الورم الحميد لانه الدراسات بتقول انه اغلب الاورام الموجوده بالثدي هي اغلبها اورام حميده عاده ولكن الورم الحميد عشان الناس ما يصيرش عندها لبس في الموضوع انه بمجرد وجود كتله معناته انا راح يشيلوا لي الثدي دائما تعتمدوا على مكان على شو بيعتمد نوع الجراحه اللي انتم راح تجروها في حاله الوجود الورم الحميد هلا الاورام الحميده في اغلب الحالات هو التشخيص بالفحص السريري نعم. بس بالفحص السريري ممكن انه نعمل تشخيص للورم الحميدي أه بكون عباره عن أه يعني ملس متحرك مثل الماوس بنقول عنه أه مش ثابت أه مش مؤلم نهائيا فيش فيه الم وممكن انه ممكن المراه تكتشفه قبل سنه او سنتين وظل نفس الشيء ما فيش بكبرش كثير فهذا هو ممكن هو الورم الحميدي اللي بيختلف عن الاورام الخبيثه اللي هو السرطانيه الأورام السرطانية يعني احنا بنقول بالنسبة للعلاج الورم الحميدي هنا نعم. يعتمد انه حجم كبير حجم صغير ممكن مرات يعني في بعض الحالات يختفي لوحده يعني مش دائما احنا نلجأ إلى الجراحة مش مش دائما نلجأ إلى الجراحة نعم. إذا كان صغير ممكن نتركه ممكن مع ممكن هو يكبر في خلال الدورة الشهرية وممكن المرأة إذا كانت بنت لما تتزوج وتخلف انه يختفي ويروح نعم وما لناش هذه المشاكل آه لكن إذا كان حجم كبير آه لا بظل آه مزعج للمرأة أو نعم. للبنت إنه بتظل تحس إنه في إشي عندها لازم نشيله. سوي يعني يعني أنا يعني خلينا نحكي بالمنطق يعني السيدات بوجود كتلة موجودة بالثدي يعني أي مرأة ستقتنع بإنه تركه وتسيبه هل هذا يعني ممكن يعني نفسيا أنا أقصد يعني؟ هو تركه وسيبه لا هي نعم. كانت إذا كتلة كبيرة. لا أنا, أنا أقصد حتى لو صغير. تعرف رزبير. يعني سيدات بلادنا بتحسسوا من المنطقه نعم ممكن تعطيهم علاج وتشتراكهم بعد شهر شهرين تحس انه خف واختفى في يعني ممكن يكون في كتله التهابيه وتنتهي لكن الكبير بتظل المراه تشك في الموضوع وحساسه وتظل خايفه انه هذا يكون سرطان وهذا غير فهذا بتضطر انت انك تشيله جراحيا بدون ما تعمل اي خزعه منه <applause> إلا إذا كنت شاكك حسب طبعاً إذا كان العمر المرأة فوق الأربعين أو الأعراض الموجودة, الموجودة أنه شاكك ممكن تعمل خزعة منه مشان تتأكد قبل أنك تعمل العملية الجراحية <applause> ولكن التشخيص النهائي أنه ورم حميد أو غير يتم من خلال؟ من خلال الجراحة الجراحة بتشيله ممكن تبعثه للتحليل النسيجي ويعطيك أنه هذا ورم حميد نعم <applause> قبل ما انتقل على السرطان بس سؤال اكيد يعني كل المشاهدات بيسالوه، طيب يعني موجود كتلة هل في داعي انه يتم الجرح مثلا بشكل تشويهي كبير ولا لا الجروح تكون حسب حجم هلا الكتلة تعتمد وين موضعها نعم إذا كانت قريبة من حلمة الثدي فالجرح بكون تجميلي جدا بكون بين اللونين اللي هو الأبيض والداكن نا. في حلمه الثدي بشكل دائري جزء بسيط بتدخل بالطوله وبتخيط بحيث انه ما ببين نهائيا انه مم. في جرح مم. اما اذا كانت الكتله كبيره وبعيده بنحاول انه بطريقه معينه انه جرح صغير ونعمل زي توليد للكتله هاي من خلال و... الجرح من جرح الصغير جرح صغير انه ما نعمل تشويه يعني نعم. بالنهايه هي يعني هي عمليه لاستئصال الورم الحميد ولكن عشان مشاهداتنا يطمئنوا طبعا هي تجميليه في نفس الوقت بالضبط يعني نعم. احنا بنحاول انه بقدر الامكان انه نبعد عن التشويه نعم يعني ما تعرف يعني سيدات بلادنا شوي بتحسسوا من هذا الموضوع وهذا طبيعي مش عندنا في بلادنا في كل, كل العالم مكان. يعني نعم. نعم دكتور يعني الاورام الحميده هل ممكن تكون موجوده في الجهتين مع بعض حسب نعم نعم ممكن تكون في الجهتين واكثر من واحد يعني مثلا بكون في الثدي ثلاث او اربعة في الجهة الثانية بكون اثنين او ثلاث يعني اكثر اكثر من كتلة او كتلة خلينا اكثر أو... من كتلة نعم في نعم. احنا عملنا عمليات لاكثر من كتلة محددة عملتها بجوز تسع كتل او اكثر نعم لكن هذا موجود موجود يعني موجود ملوش سبب لكن بنتعالج بجراحة وبدون اي مشاكل وعادة جداً. بعد انتهاء العملية الجراحية للاورام الحميدة مش بحاجة المريضة لاي لاي علاج علاج اخر نهاية. بخلاف الاورام الخفيفة نعم, نعم. يعني ان شاء الله طبعا مشاهداتنا تكونوا اطمأنيتوا نوعا ما لانه حسب الدراسات اللي بتقول انه اغلب الاورام هي اورام حميده يمكن زي ما تفضل الدكتور سعيد استئصالها بطريقه تجميليه ومريحه نفسيا وطبيا لإلك بحيث انه انت تتخلصي من شيء قد يكون مش يعني مش ملائم لا لجسمك ولا لراحتك النفسيه. دكتور سعيد السرطان كلمه صغيره ولكن المفعول والفاعلية تاعتها على على الإنسان هي كبيرة جدا بداية هل نلجأ إلى الجراحة دائما؟ هلا بالنسبة للسرطان يعني إحنا كجراحين بنقول إنه في أنواع من أنواع السرطانات التي تعالج بكون النتائج أنها مية في المية الشفاء مية في المية العلاج الغير جراحي سواء جراحي أو غير جراحي نعم. يعني منها سرطان الثدي، يعني احنا سرطان الغده الدرقيه، سرطان الثدي، سرطان الخصيه، ممكن هذه السرطانات تعالج والانسان يشفى منها شفاء كامل تام بدون اي رجوع وبدون اي مشاكل، طبعا مم. آه العلاج مد متابعه، مم. يعني اذا كنا جراحيا بده متابعه بالكيماوي، بده متابعه بالاشعه، فيعني آه آه ال الانسان او المراه اذا شافت في ثديها سرطان او اكتشفت في ثديها سرطان ما تخاف انه هذا حيقتلها او حيموتها نعم no. no. انه هذا يعالج وبتشفى منه حتى لو كان استئصال كامل للثدي حتعالج نعم no. وحاليا مع وجود الادويه الكيماويه والاشعه بنحاول بقدر الامكان انه ما نعمل استئصال كامل للثدي نعمل استئصال جزئي ومتابعة للعلاج هل يعتمد نوع العلاج سواء كان جراحي كيميائي اليوم في أكثر من طريقة نعم. للعلاجات زي ما ذكرنا بالتقرير أنه في أكثر من طريقة للعلاج ولكن هل يعتمد عشان نأكد مرة ثانية على الكشف المبكر عن نعم. الكتل هاي هل يعتمد طريقة العلاج على أنه قديش بدري الست اكتشفت وجود الكتل هاي مية في المية هو الاكتشاف المبكر للسرطان بيؤدي إلى الشفاء مية في نعم يعني كل ما اكتشفنا سرطان في مكانه بدون اي انتشار بدون اي يعني بدون وصول للغدد اللمفاويه لان اول ما بدا الى الغدد اللمفاويه اللي تحت الابط فبكون العلاج او الشفاء كان صار اصعب يعني شوي اسهل اما في البدايه اسهل في البدايه بكون اسهل لكن كل ما تاخر الاكتشاف لانه المشكله عندنا احنا هو الحياء نعم عندنا احنا في مجتمعنا عند النساء الحياء وخاصه اذا ما كانش متزوجه أه بنت وصلت 40 45 50 سنه يعني انا من من خبرتي انه اجتني مره واحده خمسين سنه أه يعني السرطان طالع من الجلد طبعا هذا حياء لانها مستحيه انها تقول للي عندها في عندي شيء ولكن تستحية. دكتور سعيد شو بقول للناس اللي مثل هيك انه ما في حياء في هالشيء ما في حياء في الطب نعم. ما في حياء في العلاج ما في حياء بالحياه كمان فاي مراه اي بنت غير متزوجة كبيرة في السن وجدت عندها أو حست في ثديها أي شيء غير طبيعي سواء أنه في كتلة في اختلاف بالجلد في فرازات غير طبيعية من الحلمة تراجع الطبيب نعم مشان تشخص تشخيص مبكر وتأخذ علاجها بالشكل الصحيح لأنه قد يكون على, على التشخيص المبكر تعتمد الحياة ما بعد ذلك عند المريضة فمية فمية. يعني دكتور هناك عدة أنواع للسرطانات اللي موجودة في, 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 في الثدي نعم بشكل هيك مبسط للجمهور يعني احنا بنقول بالنسبه الثدي مثل ما قلنا اه في الاول في التقرير انه الثدي مكون من خليه وقناه نعم في الاغلب هي خليه بتفرز حليب وقناه بتوصل الحليب نعم. هذا يعني هو سرطان خليه وسرطان قناه وهذول الاثنين بكونوا حوالي 90% من سرطان الثدي اه وال 10% من ما تبقى اللي هي عباره عن الغدد اللفاوية او من الكونكتيف تيشو او بسموه الفات او الشحم يعني تاع الثدي هذا قليل جدا هلا سرطان القناه بكون حوالي 80% من سرطانات يعني الاغلبيه هي سرطان؟ الاغلبيه سرطان سرط قناه نعم. الحليب هي حوالي 80 بسموه دكتال كارسونوما حوالي 80% من سرطانات الثدي نعم واللوبيلر اللي هو الخليه حوالي تقريبا 20% هلا نعم. هذا بالنسبه لانواع سرطان نعم. الاثنين نعم. العلاج يعني بالنسبة لسرطان الثدي طبعا كمان يعتمد زي ما حكينا بداية على قديش مبكرا تم اكتشاف نعم. المرض هل يعتمد طريقة العلاج على نوع السرطان؟ مية في المية. يعني نوع السرطان إذا كان خلي خلية اللي هو لوبولار كارسينوما هذا سرطان سيء جدا نعم ومرات بحتاج إلى أنك تستأصل الثديين الثديين مع بعض الثديين مع بعض, مع بعض. حتى لو كان الاخر حتى لو كان الاخر مرات غير مصاب, مش مصاب إن تعمل استئصال كامل للثديين وبالعلاج الكيماوي وبالاشعه والهرموني حتى اما بالنسبه للدكتور اللي هو اخف كثير اذى او اخف بلوى اخف يعني. اخف بلوى عند السي اخف <applause> بلوى <applause> بالنسبه ل لنتائجه لنتائجه اكتشافه سهل جدا بالاشعه الماموجرام مرات باخذ خزعه تقريبا الالترا حتى نعم الصوره الموجات الصوتيه ممكن انها تكتشف لك هذا والعلاج سهل جدا نعم طبعا احنا معنا بدايه اول اتصال محمد من الخليل الو الو مساء الخير مساء الورد اهلا وسهلا يعطيك العافيه يعافيك ربنا أه دكتور بدي بدي للدكتور الدكتور والله بعد في عندي ندام عندها حساسيه في, في, في الجلد دخلت على أك... على اكثر من دكتور اعطونا اكثر من علاج ولو يعني ما استفادت ما استفادت منه نهائيا يعني نعم شو شو بقدر يعني اسوي لها هذا وبصير حكي برجليها من نعم. برجليها دم نعم نعم يعني شكرا لاتصالك طبعا استاذ محمد بدايه ولكن موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع اورام وسرطانات الثدي اللي طبعا وضيفنا دكتور الجراحه الاستشاري الجراحه العامه والمناظير شوي بعيد عن تخصصه، ولكن احنا بنوعدك انه احنا يكون في لنا حلقه قادمه بخصوص الحساسيه المتكرره عند السيدات والرجال ونجاوبك على سؤالك ان شاء الله. دكتور يعني السرطان هو يعني مش بس مؤرق للسيده من ناحيه خلينا نقول جسديه ولكن كمان مؤرخ من ناحيه نفسيه كل السيدات بدون استثناء وانت اكيد يعني راح او شفت اغلب الناس او مقتنع انه بمجرد وجود كتله او سرطان هذا يعني انه هي راح تخسر الثدي دائما هيك يعني هيك متعارف عندهم ولكن ما هي الطرق الجراحيه اليوم المتبعه بناء على نوع السرطان وخصوصا انه في درجات من السرطان من سرطان الثدي الطرق العلاجيه طبعا احنا بنقول هو استئصال اه مثل ما قلنا انه احنا استئصال السرطان الغدد اللمفاويه وترميم الثدي هلا طريقه فقط استئصال السرطان موضعي موضعي محل ما هو موجود محل موجود وحواليه حوالي 2 سم مشان ناخذ سيفتي مارجن ناخذ اه ال 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 الحد الامن الحد الامن للسرطان نعم طبعا هذا يفضل انه يكون في عنا مختبر انسجه قريب عنا بحيث انه نعطيه العينه انه يقول لك هذا سرطان فعلا انه استوصل كامله بدون اي انتشار في الانسجه المتبقيه. <applause> على هاي طريقه، الطريقه الثانيه يمكن ناخذ ما يسمى بالكوادريكتومي اللي هي ربع الثدي. يعني ناخذ السرطان مع جزء من الثدي ولكن تبقى ويبقى الثدي بنعمل له ترميم برجع بدون اي مشاكل نعم طبعا هذا يعتمد على حجم السرطان آه, الاكتشاف المبكر له آه, في حاليا العلاج بالكيماوي بالهرمونات ممكن تساعدنا كثير مشان نحافظ على الثدي نعم انه احنا ممكن نعطي علاج كيماوي ما قبل العمليه الجراحيه نعم بحيث انه يعمل الى نقص في حجم الورم وتحجيمه وبعدين نعمل استئصال لجزء من الثدي نعم. وترميم الثدي دكتور يعني احنا لما بنتم تشخيص الحال انه في سرطان بالثدي كيف يعني ممكن الناس خلينا نبسط الصوره برضه تعرف انه والله هذا السرطان موجود داخل الثدي في مكانه ولا هو منتشر أبعد من ذلك شو الطرق التشخيصية اللي عادة تتبع نعم هلا احنا اكتشفنا سرطان الثدي نعم بدنا نعمل تشخيص انه في هل موجود عندنا انتشار له او لا صحيح هلا ممكن طبعا اشعه على الصدر ممكن تعطينا اذا في انتشار في الصدر صوره تلفزيونيه للبطن اذا في انتشار على الكبد هلا اهم شيء ممكن نوصل اللي هو الايزوتوب انه نعمل مسح اشعه دلوقتي. مسح ذري للجسم او البيتس سكان بحيث مسح كامل للجسم انه في انتشار او فيش انتشار لا. لانه على لا. بناء على وجود الانتشار تعتمد كمان طريقه العلاج, العلاج المقترحه هو يعني حتى لو كان منتشر في مكان ثاني حنكون فقط استئصال لهذا السرطان او للثدي وبعدين باخذ كيماوي واشعه نعم لما للانتشار الثدي، لانتشار في كثير من السيدات يعني احيانا <applause> يعني المواضيع ما هي بتدخل على بعض عشان برضه الناس اللي بتفرجوا او المشاهدين اللي بتفرجوا علينا يكونوا فاهمين عن يعني شو نوع الـ 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 الامراض اللي بتكون موجوده لانه تختلط عليهم الامراض. يعني احيانا بتاتي وكثير من الصبايا خصوصا والسيدات تشكو من وجود الم تحت الابط ووجود كتل موجوده تحت الابط. هل هذا بالضرورة له علاقة بسرطان الثدي؟ طبعا لا يعني حتى لو كان ألم تحت الثدي أو ألم بالثدي ممكن ما له علاقة بالسرطان نهائيا نعم يعني آه مرات بتكون عبارة عن آه غدد لبنية واصلة إلى تحت تحت الإبط نعم كان كتلة دهنية وبتيجي المرأة خايفة إنه في إشي عندي في عندي كتلة في عندي تشوه لكن هذا مش سرطان نعم ممكن حتى مرات إفرازات من الثدي عند المرأة المخلفة أكثر من أربعة خمسة ستة مثلا تيجي بتقول لك الثدي بيفرز عندي مادة داكنة ليس بالضرورة بالضرورة, إن... بالضرورة... ليس بالضرورة نكون عن سرطان ولكن بالضرورة مراجعة بالضرورة مراجعة طبيعي. وفحص هذا الإفراز نعم. اللي بينزل من الثدي لأنه ممكن يكون هذا بداية نعم. لإكتشاف سرطان القنوات نعم نرجع برضه للالام والكتل الموجوده تحت الابط لانه اقرب مكان للثدي هو الـ 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 الغدد الليمفاويه نعم. الموجود تحت الابط عاده برضه بيجوا الصبايا والسيدات وخصوصا في فصل الصيف هم طبعا بتبعوا طرق التنظيف الخاصه بالسيدات نعم. لشيل الاشياء الزايده ممكن يكون في برضه تجمع ل التهاب صديدي نعم هي عباره عن التهابات غدد عرقيه مرات تكون التهابات الغدد العرقيه تحت القبط خاصه مرات بيستعملوا المزيل العرق فممكن يصير في التهابات غدد عرقيه تحت القبط وهذه وهذا حل غير سرطانيه هذا حلها علاجيا بالادويه ممكن مرات نوصل احنا كالجراحه اذا صار في نواصير مرات بكون في عندنا نواصير تحت القبط ناتجه عن التهابات غدد عرقيه استئصالها وبنتي موضوعها نعم الاستئصال الورم يبدا من خلال التشخيص زي ما تفضلت حضرتك نعم. وموجود كيف موجود هل دائما وبكل وب... يعني في في عده مراحل للاستئصال عفوا لسرطان الثدي م. يعني يبدا من من صفر الى أربعة وكل واحد في يعني في تقسيم نعم. م... نعم. معين نعم. نعم. ولكن هل دائما نلجا الى العمليات الجراحيه ولا في ممكن انه احنا اذا كان بحكي عن سرطان ممكن نلجا الى طرق علاجيه اخرى؟ هلا احنا كنا حسب اكتشاف السرطان اذا كان مكتشف مبكرا بسموه ان يعني ساتو بخلايا موضعيه ممكن انه الانسان ياخذ علاج بالكي بالادويه الكيماويه نعم بس لفتره طول الحياه يعني مثلا استخدام التاموكسفين او غيره من الكيماويات هذا ممكن ما يحتاج لعمليه جراحيه نعم لكن اذا طلع السرطان وصل الى 2 سم الى او 5 سم او اكثر هذا لابد من استئصاله نعم يعني استئصاله وعلاجه بعدين استئصال هذا السرطان وبعدين علاجه بالكيماوي ومرات نحتاج الى علاج لازم نحتاج الى علاج بالاشعه حتى نضمن انه هذا الانسان شفي 100% نعم دكتور سيد رح نكمل الطرق العلاجيه والجراحيه منها وغيرها حول سرطان الثدي ولكن بعد ما ناخذ فاصل صغير اهلا <applause> وسهلا اعزائي المشاهدين مره ثانيه في برنامج صحتك بالدنيا وموضوع حلقتنا اليوم هو العلاجات الجراحيه وغيرها لسرطان الثدي وضيفنا اليوم الدكتور سعيد مصطفى استشاري جراح الجراحه العامه والمناظير طبعا بامكانكم التواصل معنا من خلال ارقام الهاتف اللي راح تظهر امامكم على الشاشه دكتور سعيد احنا توقفنا على نوعيه ال ال الجراحات التي تجرى برضه برجع وبقول كثير من السيدات انا بركز دائما على اساس انه احنا هدفنا في البرنامج مش بس انه احنا نوصل معلومات فقط كمان احنا نساعد الناس على اتخاذ القرار الصحيح دائما السيدات تعتقد انه الثدي ورم يعني شيء للثدي متى نلجا الى ازاله الثدي كامل هلا استئصال الثدي قلنا انه في نوع من اللوبلار كارسينوما اللي هي سرطان الخلايا خلايا نعم هذا مضطرين انه نعمل استئصال كامل للثدي طبعا ممكن احنا نحتاج الى جراح تجميل ممكن يعمل سيليكون محل الثدي وما فيش اي مشاكل بيطلع شكل ثدي طبيعي هلا في انواع ثانيه إن من سرطان القنوات اذا كان السرطان كبير جدا نعم يعني في بعض الحالات وصل انه مريضه عندي بجوز عمرها 40 سنه مصابه من الجهتين. من جهه الثدي كامل كله حجر كامل والجهه الثانيه نص حجر. يعني هذا نتيجه انه هي ف... اهملت بنفسها وتاخر بت... التشخيص. بالطبع، يعني مش متزوجه و... نعم والى اخره. هلا هذا مضطر انك تعمل استئصال كامل للثدي. هلا يعني احنا في موضع, موضع السرطان وحجم السرطان مضطر مثلا اذا كان حجمه كبير وبدك تعمل استئصال للسرطان وما حول من السرطان ويبقى جزء بسيط من الثدي مشوه لا بقول انا بفضل ان اشيل الثدي كلياته واعمل له اعاده نعم اعاده يعمل له تاهيل يعني, يعني آه من تشكيل من, من اول وجديد يعني بالمناسبه ربنا سبحانه وتعالى أه. هذا الثدي اللي خلقه ما نعم. في ما في عضلات من ناحيه من ناحيه ثانيه اللي هو تغذيه الثدي من الشرايين ما له شريان واحد يتغذى له نعم له مجموعه من الشرايين الشريان اللي هو تحت الترقوه من شريان اللي هو ت... اللي هو تل... شرايين ومن الابهر الصدري يعني, يعني اكثر من مكان يعني من اكثر من شريان بتغذى فاي جزء بتستاصل منه الجزء اللي يبقى يبقى حي حي نعم فسبحان الله يعني يختلف عن باقي الاجهزه الموجوده عندنا في الجسم نعم, نعم. معنا اتصال جديد لبنى <applause> من جنين الو الو مرحبا يا هلا إيه يعطيك العافيه على البرنامج دكتور يعافيك <applause> <applause> ربنا لو سمحت معلش اسال الدكتور سؤال تفضلي في الحلقه السابقه قلت واليوم كمان عدتوا انه مرض سرطان الثدي هو وراثي فلو انصابت الام بهذا السرطان وانصابوا انتين من الاخوات بسرطان الثدي وإجت الأخت الثالثة كمان انصابت بس بكتلة صغيرة بالسرطان يعني انكسف في بدايته نعم هل بتنصحوا إنه إزالة الثدي الجهتين أو جهة واحدة أو أو يعني لأنه شو الطرق العلاجية يعني أو تاخذ علاج آخر شكرا لك نعم شكرا لإتصالك لبنى آه هو, هو إحنا كنا من من مسببات الرضا الثدي أو من هي وراثيا انه ممكن الام تكون عندها سرطان الثدي ممكن بعد بعض البنات مش كل البنات نعم. يصاب بسرطان الثدي ومش بالشر مش بالضروره مش بالضروره انه يصاب سرطان الثدي يعني حتى مرات بنقول انه إيه إيه اللي عندهم إيه حالات من الريسك فاكتورز كثيره من هذا ممكن ما يصابوا بسرطان الثدي هلا اذا كانت الام مصابه والاخوات الثنتين مصابات إيه الافضل يعني انه الباقي, الباقي انه لا. يفضل انه يعمل فحص مبكر انه من بعد ال 25 بعد 30 سنه انه يفحص نفسه يعمل صور تلفزيونيه يعمل ماموغرام نعم يراجع طبيب بحيث انه اذا اكتشف عنده يكون مكتشف مبكر نعم يعني انا بعدين نوع, نوع ثاني انه اذا كان نوع السرطان هذا اذا كان من قنوات اللي هو الدكتور الكارسينوما هذا بهم مش مشكله بتعالج صحيح اذا كان لوبيلر هذا هو المشكلة أنه ممكن نحتاج إلى استئصال جهتين الأسد نعم برضو أنا بدي أذكر لبنى وكل المشاهدين والمشاهدات بأنه إحنا الحلقة الماضية حكينا في حالة وجود العامل الوراثي ليس بالضرورة أن يكون العيلة فيها أكثر من حالة تصاب هو علامة زي ما بنقول زي الرمزون تضوي أحمر أنه خلينا ندير بالنا الدكتورة في الحلقة الماضية والدراسات بتقول أنه متى يعني البنت هاي لازم قبل بعشر سنين من اكتشاف المرض عند والدتها أو عند أختها أن تبدأ بإجراء الفحوصات اللازمة يعني إذا اكتشفوا عند أمها في سن الأربعين من سن الثلاثين يجب أن تبدأ الكشف أو عملية الفحوصات والكشف المبكر عن عن سرطان الثدي سواء كان حميد أو غير حميد اللي راح يقرروا طبعا هو الفحوصات المخبرية وفحص الانسجه فقبل بعشر سنين من اكتشاف المرض عند الام تبدا البنت بعمل الفحوصات اللازمه طبعا يعني موضوع مش سهل اطلاقا انه نحكي عن سرطان بالثدي ولكن في حاله دكتور استئصال الثدي احيانا نستأصل الثدي لحاله احيانا نلجا الى انه احنا شوي نغوص اكثر من هيك الى ابعد من ذلك متى هلا اذا كان السرطان كبير وكان ثابت ومنتشر في عضلات الصدر هذا لازم استئصال الثدي كامل مع جزء من العضلات طبعا لا. بالاضافه الى الغدد اللمفاويه سواء كانت تحت الابط او عند الترق فوق الترقوه هذا كله يستأصل كاملة هذا طبعا بيكون ناتج عن اهمال عدم اكتشاف مبكر فهذا في هذا الموضوع انه يستأصل كامل الثدي مع العضلات لكن في نقطة معينة إنه ممكن إحنا عند استئصال الثدي ممكن الجلد نخليه طبعا إذا كانش واصل إلى الجلد وهذا نعم. بساعد إنه في عملية إعادة ترميم المكان إنه نحط سيليكون أو نحط شيء بحيث إنه يعطينا نفس شكل الثدي نعم أه يعني واضح إنه دائما طريقة العلاج الجراحية تعتمد على أديش سيداتنا واخواتنا بيحاولوا انهم هم يعملوا الفحص المبكر نعم واكتشاف المبكر كل ما كان مبكر اكثر كل ما قلت حجم العمليات الجراحيه. نعم يعني هو اللي بتعرف انت المراه نفسها بتقدر تفحص نفسها بنفسها. نعم في البيت مثلا بتعمل فحص نعم ذاتي نعم للثديين اذا شافت شيء غير طبيعي بتراجع الطبيب وبتقول انه في عندي مثل هيك وفي عندنا فعلا انه يعني في عندنا بعض السيدات إجينا انه يا دوب انه سرطان مكانه بدون اي غدد لمفاويه نعم. وهذا طبعا يعتمد على الثقافة الموجودة عندهم ودائما النتائج تكون أقرب إلى الماء بالماء كلما كان مبكرا شفاء 100% هذا نعم معروف الشفاء أنه الشفاء بالنسبة للاكتشاف المبكر هو شفاء كامل بإذن رب العالمين المشكلة عندنا زي ما تفضلت حضرتك دكتور دائما السيدات شوي الحياء نعم. مع أنه يعني نعم. ربنا سبحانه وتعالى حث الإنسان على انه الصحه هي يعني جوهر الحياه فبالتالي ما اعتقدش انه يعني هذا موجود سبب طبعا الحشمه والحياه تعرف منطقه الثدي منطقه حساسه بس في اليوم ف... عندنا طبيبات في عندنا اطباء مع... يعني في اطباء كمان موثوقون يعني خلينا نقول بانه الست لما تلجا له اكيد يعني رح تكون مرتاحه ولكن بالنهايه طبعا نرجو من الكل انه من كل الصبايا والسيدات انه يعملوا الفحص الذاتي بدايه في البيت هو بالنسبة للفحص الذاتي كمان أنه مثلا اه كمان الاكتشاف المبكر أنه نعمل صور من بعد الأربعين سنة يعني ما. مثلا بعد الأربعين سنة المفروض تتوجه كل النساء من فوق الأربعين سنة إلى مراكز نعمل صورة ماموجرام وصورة تلفزيون الثدي طبعا مشان يكتشف شيء مبكر جدا صحيح. في خلال الثدي وهذا اه يعتمد على أنه يكون عندنا مراكز خاصة للاكتشاف نعم. المبكر نعم. طبعا إحنا مشاهدينا راح نذكركم بأنه نوع الجراحات المعتمدة لسرطان الثدي تعتمد على عدة عوامل بناء على العوامل هاي بحدد الدكتور شو نوع الجراحة اللي ممكن أنه يجريها بداية زي ما تفضل الدكتور حجم الورم والنسبة بينه وبين حجم الثدي موقع الورم التوجه مختلف بين الأورام المتواجدة في منطقة الحلمة وما تحتها والاورام المتواجده في محيط الثدي. عدد الاورام والمسافه بينها. حاله العقد الليمفاويه المتواجده في منطقه الابط. وكذلك تواجد النقائل البعيده عن موقع السرطان زي ما ذكرنا في التقرير بانه حسب وين واصل السرطان الى مكان ابعد. عاده المكان المستهدف عاده العظم هو اقرب يعني هو اكثر انتشارا. وانتشارا هو, هو اكثر شيء الغدد اللمفاوية. نعم. لكن احنا بنقول انه السرطان موجود في جسم الانسان في دوره دمويه. هي الدوره الدمويه ممكن تنقل خليه من السرطان الى اي مكان في الجسم. لكن الاكثر هي العظم، الكبد، الرئتين طبعا بالاضافه الى الغدد النفويه. عاده ما هي الطرق الاخرى المستخدمه؟ يعني احنا وضحنا للجمهور بانه الجراحات هي انواع مختلفه تعتمد على مدى سرعة اكتشاف السرطان وبدايته ولكن في طرق أخرى متى نلجأ لها طرق مثل يعني أنا أقصد يعني العلاج بالكيميائي وال وال طرق العلاجية العلاجية نعم طرق العلاجية طبعا هو الأغلب هي جراحيا لكن مثل ما كنا في الأول أنه إذا كان السرطان اكتشف مبكرا في خلايا بسيطة موجودة بسموه انسيتو يعني جزء يعني اقل من نص سنتي ممكن نلجأ للعلاج الكيماوي حالياً ممكن بالاشعه كمان بتساعدنا لهذا نعم. السرطان طيب في سيدات هلا بيسالوا حالهم وبيسالونا يعني بيقولوا يا دكتور سعيد طيب احنا يعني الثدي اذا كان في حجم السرطان كبير هل ممكن ان نلجأ للعلاج الكيميائي والراديوثيرابي او الاشعاعي بدون اللجوء الى الجراحه طبعا لا نعم هذا لا انه حجم السرطان كبير ممكن نلجا الى العلاج بالاشعه والكيماوي قبل الجراحه بحيث انه نحافظ على جزء من الثدي. نعم نعم بحيث انه ما نستاصل الثدي كامل. نعم وهذه اللي ممكن نعملها اما انه بدون جراحه ونلجا الى العلاج بالكيماوي او الاشعه ونضيع وقت بزياده هذا يعني هي لا انا لا المعلومه اللي كنت حابب اوصلها من خلال جوابك للمشاهدين معنا اتصال جديد ديما من رام الله الو الو مرحبا مرحبا يا هلا كيفك اهلا وسهلا يعني انا اشد احب احب اشكرك على البرنامج لانه البرنامج عن جد كثير حلو ومفيد شكرا لك يا سيما آه، سؤالي هو انه في حاله انه ما تم في جراحه وعلاج بالكيماوي ها وكانت المراه متزوجه وحبت تجيب بيبي بعد هذا الموضوع في مجال وكمان هل الرضاعه بتضل رضاعه طبيعيه ولا ما بيش في رضاعه طبيعيه نعم شكرا لاتصالك يعني هو من ال... انا على فكره سؤال المشاهدين هذا برضه موجود عندي هون انه بعد ما ما تتم عمليه آه وجود ال 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 الكتله هاي واستئصالها شو تعمل الست؟ وبعد الجراحة للكتلة وبعد علاجها بالكيماوي بالأشعة الست بتعيش حياتها طبيعية ممكن تخلف ممكن ترضع ممكن تعمل طب في حالة استئصال الثدي هلا في الثدي الثاني ممكن نعم. أنه يكون مم. بالواجب بالنسبة للرضاعة الطبيعية نعم. مش مشكلة حتى لو كان استئصال الثدي كامل مم. من إذا كان كبير ممكن أنها ترضع من الجهة الثانية نعم. ففيش أي مشكلة يعني ما في خوف هو اذا الست تم استئصال الثدي في كثير برضه من السيدات ومن الافكار الخاطئه اللي موجوده عند بعض الناس انه باستئصال الثدي الست رح تبطل تحمل لا ممكن تحمل وبدون مش مشاكل تحمل نعم. وترضع اصلا الحمل والرضاعه كل ما زاد الحمل والرضاعه كل ما قل الاصابه بسرطان الثدي نعم. يعني هي يعني هذا من العوامل انه كيف بدنا احنا نتجنب انه نصاب بسرطان الثدي نعم نبتعد عن العوامل نعم. المؤثرة على سرطان يعني يخلفوا كثير هلا ببلشوا الناس السيدات <applause> <applause> كلهم ببلشوا كل واحدة بدها بت... كل الرضاعة. سنة تحبل سبحانه وتعالى بقول لك فطام على عامين يعني نعم. ترضع سنتين نعم طبعا مش حتولد الا بعد سنتين هي صحيح فالحمل والرضاعة من العوامل اللي هي بتقلل من, من حدوث الاصابة بسرطان الثدي نعم. نعم دكتور سعيد يعني من من اهم كمان الـ الاشياء اللي كمان بتعني المراه في حاله استئصال الثدي لما بنيجي بنتخذ قرار الصعب زي ما تفضلت حضرتك انه احنا لازم ان نستاصل الجهتين مع بعض حتى لو كان الثاني مش مصاب متى نلجا الى هذه الطريقه؟ هلا إحنا كنا بالنسبه لاستئصال الثدي الجهتين هو من نوع واحد من السرطانات اللي هو سرطان الخليه نعم. هذا مضطرين نستاصل لانه استاصلت الجهه ينتقل على الجهه الثانيه فحتى انت تريح المراه من هالموضوع هذا هذا العلاج له انه تستأصل الجهتين بنفس الوقت افضل علاجيا وممكن تعمل ترميم للجهتين وتنتهي الموضوع يعني اما في سرطان النوع الثاني اللي هو سرطان القنوات قنوات قنوات هذا ما بنلجا الى استئصال الجهتين نهائيا نعم الجهه المصابه طب دايما في اصابه الخلايا يجب ان نشيل في اغلب الحالات نعم انه في اللوبولار كارسونوما الوضع اللي في الخليه اللي في الخليه ممكن, الخلية ممكن إنه, انه لازم تستأصل جهتين نعم طب شو الهدف بيكون فيك بحالي؟ لانه هو ممكن ينتقل للجهه الثانيه نعم يعني مصاب بالجهه ممكن ينتقل للجهه الثانيه وهو فبالتالي من نوع الشرس الشرس في حاله انتشار المرض ابعد من الثدي نقول زي ما حكينا انه ينتشر من خلال خليه تنتقل هل هناك يعني طرق مثلا أخيناً يعني في ناس سؤال انه وصل للرئه هل لازم نلاحق السرطان على الرئه ونشيل كمان السرطان اللي بالرئه واللي بالكبد وال... ونقعد نطارد وراه؟ طبعا لا هذا ما نعم. ما بنعمل بالطريقه هاي بالضبط احنا اذا استأصلت السرطان الام اللي هو في الثدي مع الغدد اللمفاويه اللي تحت الابط او الغدد اللمفاويه اللي فوق الترقوه يكفي للعلاج بالكيماوي فيما بعد فيما بعد يعني احنا يعني المراه اذا كان عندها هذا السرطان وعملت عمليه مفروض ان تتبع مثل ما بيقولها الطبيب انه مش أنه خلاص شربت السرطان وانتهى الموضوع لا في متابعه للعلاج العلاج آه متابعه لمده خمس سنين بعد خمس سنين كل انسان انه شفي من هذا السرطان لا. يعني ما يستنى انه انا اخذت خمس جرعات كيماوي او عشر جرعات او ست شهور كيماوي وانسى لا بدها تظل متابعه انها تتابع في الفحوصات انها تكتشف في شيء رجع ولا ما رجعش بعد مهم. خمس سنين بتقول انها شفت شفاء كامل من السرطان. امم طيب في حاله بعد ما, ما تم آآ آآ شيل الجزء اذا كان موجود في مكانه وتم شيل الورم نعم قديش نسبه حدوث تكرار وجود ال رجوع المرض رجوع المرض نعم هو انت لما شلت السرطان من مكانه واخذت ما حواليه بحيث انه بدون اي انتشار وتبعت المراه علاجها بالكيماوي وبالاشعه ما فيش اي رجوع دائما لازم نلجا للكيماوي؟ لازم بقى اذا احنا دائما لازم نلجا للكيماوي والاشعه لا. حتى مرات في استئصال الثدي كامل كنا قبل نكون فقط تاخذ كيماوي لكن حاليا وجدوا انه بالكيماوي والاشعه بعطينا نتائج افضل لانه احنا المفروض ان المراه تعرف انه سرطان الثدي في الدول الاوروبيه أه هو من النوع يعني زي ما تقول السبب الثاني في الوفاه صحيح. بعد سرطان الرئه نعم. نعم وهو النوع الثاني من سرطانات المراه بعد سرطان الجلد نعم هو بشكل عام يعني لأنه الاكثر انتشارا انتشار كثير منتشر لكن أه وجود الثدي في منطقه أه يعني ملموسة اكتشافه بيكون مبكر وسهل وخاصة لما نحن نقول انه المرأة بعد الاربعين سنة لازم تعمل فحوصات بحيث انه تكتشف مبكر طيب دكتور يعني بعد ان يتم استئصال الثدي طبعا سواء بجهة او بجهتين ما هي يعني خلينا نطمن برضو مشاهداتنا اللي يبعد عنهم طبعا دائما اي شر ولكن في حالة وجود زي ما تفضلت حضرتك إنها حست باي كتله دائما راح تخاف تروح على الطبيب سواء كان السبب بالحياء او كان السبب خوفا من انه راح يستاصل الثدي من عندي شو الطرق العلاج الجراحيه اللي انتم بتستخدموها بعد ازاله الثدي سواء كانت تجميليه او غير تجميليه هو احنا تعرف كجراحين احنا علينا استئصال الثدي لما نعم. المريض لطبيب التجميل مهم. ففي هناك طرق مختلفه ل منطقة التجميلية أه، إما بحطوا كتلة سيليكونية بحجم الثدي الحجم الثدي الثاني بحيث أنه يكون اثنين بنفس الحجم أو مرات بأخذوا عضلات من الجسم عضلات البطن بطن وبزرعوها بيعملوها لف إلى منطقة الثدي بحيث أنه يعطي حجم مثل الثدي حتى مرات بأخذوا اللي هو الجزء الدهني من أسفل البطن من, أس... من عند الصرة إلى أسفل البطن كشكل مثلث وبحطوها بزرعوها في مكان الثدي بحيث انه يعطي الحجم لهذا الثدي نعم يعني لانه ضروري جدا ومهم جدا اليوم انها يعني برضه الست انها تبقى بشكل يعني جزء من الانوثه هو وجود نعم. الثدي فبالتالي يعني عشان نطمن المشاهدين مشاهدات بانه في حلول اليوم كمان في لا, لا, لا في حلول لاستئصال لا نعم. الثدي حتى قررنا انه استئصال كامل في حلول له نعم دكتور سعيد يعني الاورام عاده الخبيثه بتيجي عند السيدات الاكبر سنا وال والكتل الصغيره هاي الحميد اللي <applause> احنا بنشيلها بتكون عند الصبايا الصغار عاده متى نلجا الى الطرق الغير يعني متى نلجا الى انه احنا نقول والله البنت الصغيره هاي انا شاكك انه عندها ورم خبيث كجراح يعني بالفحص السريع عادة أن البنت الصغيرة اللي مش متزوجة من النادر جدا يعني بالزبط. أقل من 20 سنة من النادر نعم. جدا يكون في سرطان للثدي نعم. من 20 سنة لكن احنا من خبرتنا ممكن انا لا اصغر اصغر واحدة شفتها حوالي 28 سنة يعني برضو اه مش يعني وحتى كان عندها سرطان كامل مع انتشار في الغدد النافوية نعم. يعني ما يعني هو الكتل الصغيره يعني ممكن واحد او 15 سنه بس مش سرطان طبعا كتل حميديه وبالتالي حلولها هي اللي وحلها حكينا عنها بتنشال بدون نعم. اي مشاكل وبرجع ثدي طبيعي يعني طب دكتور يعني احنا طبعا الوقت اخذنا والموضوع طويل جدا احنا حاولنا نسلط الاضواء على بعض النقاط المهمه ونوصل رسائل مهمه الى المشاهدين باختصار شديد نصيحه اخيره من الدكتور سعيد للمشاهده النصيحه الاخيره هي الاكتشاف المبكر بعطينا علاج ممتاز وشفاء كامل لسرطان الثدي نعم. والمرأة لا تعتبر سرطان الثدي هو سرطان مثل أنواع السرطانات الثانية سرطان الثدي من السرطانات التي تعالج وتشفى منها المرأة نعم. دكتور سعيد في نهاية الحلقة طبعا إحنا بنشكرك لتواجدك معنا ونتمنى تكون معنا في حلقات جاية الله يبارك فيك شكرا لك مشاهداتنا ومشاهدينا طبعا احنا حاولنا انه احنا في الحلقتين هذول نسلط الضوء على موضوع سرطان الثدي زي ما تفضل الدكتور سعيد بانه الاكتشاف المبكر هو الطريق السهل والضامن الى شفاء كامل من سرطان الثدي ما نخاف ما نخجل ما نتردد بانه بحاله وجود اي كتله موجوده من خلال الفحص الذاتي اللي احنا حكينا عنه في البيت انه احنا مباشره نتوجه الى الطبيب لانه قد يكون التوجه هذا المبكر يعني يوفر علينا طريق طويل وشاقه من الالم والتعب والمرار النفسي عشان هيك بنعيد بنقول مره ثانيه الاكتشاف المبكر والفحص الذاتي المنزلي هو الاهم في علاج السرطان انا الدكتور اشرف وطاقم العمل معي باشكركم والى اللقاء